ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا ثم القرى زارا أهدته أقمارا داروا مع الأمر في السر والجهر أضحوا من الصبر بالذكر أغرارا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجنا صفحات بيضاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الموسم العظيم الذي شاءه جل وعلا لعباده الأحياء، وأعيد الأحياء، فاحمدوا الله على نعمة الحياة، واجعلوا هذه الحياة مسرحا للعمل الصالح. سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ بكى كثير منا يوم أن رحل رمضان، جميعنا تمنينا أن رمضان قد امتد يوم أو يومين، أسبوع أو أسبوعين، لنعيد من جديد الإسراع والمسابقة في مضمار الطاعات وصولا إلى باب الجنات. كلنا تمنينا رمضان أن يعود، وتمنينا أن لو كنا إلى الله أقرب وله أتقى وأعبد. يا من ندم في نهاية رمضان ذاك الموسم الذي كان لله عتقاء من النار في كل ليلة، يا من كنت تدمع ندما على رحيل الموسم المبارك، أقول احمد الله، ما بين رمضان إلى حج بيت الله الحرام رحلت وفود كثيرة، ورحلت رحلات مغادرة إلى الدار الآخرة. قلبوا على سرر الغسيل فغسلوا وكفنوا ورحلوا، إلا أنت وإلا أنا، إن أمهلنا الله بقية من عمر فلازلنا على قيد الحياة، فهل ندمنا في رمضان نترجمه برنامجا عمليا من الطاعات في موسم من أعظم مواسم الدنيا؟ وقلت في الحلقة الماضية، إذا كنت تستقبل رمضان بفرحة ولا بد أن تستقبله بفرحة،
وإذا كان قلبك ينشرح وتقبل نفسك للطاعات في الأوائل من شهر رمضان خاصة، ألا والله إن العشر الأوائل من ذي الحجة أولى أن تستقبلها بأضعاف أضعاف ما كنت تستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة من رمضان، لأن الموسم عشرة أيام والله يحبه ويحب العمل فيه، كما قلت لك حتى أن الجهاد لم يكن لا يزاحم العمل الصالح على فضله وعلى ارتفاع قدره وقامته في دين الإسلام. ماذا أنت صانع؟ أدعوك والأبدأ معك في صفحات بيضاء. أما علمت تلك الذنوب التي أخفيتها، ذنوب الخلوات، وتلك الذنوب التي كانت في الجلوات، تلك الذنوب التي لولا ستر الله لما استطعت أن تمشي فوق ملك الله، تلك الذنوب التي لو كان لها روائح لما جلس أحدنا إلى أحد. أرأيت تلك الذنوب التي بعضها كالجبال والله تخشى لو سقطت لأعدمتك وأفلتك؟ أرأيت تلك الذنوب التي منها الصغائر ومنها الكبائر، منها اللمم ومنها الموبقات؟ لربما كل ما كنت تعمل. أدعوك إلى أن تقبل العرض السماوي الملكي من الملك جل وعلا، أن تقبل إليه تائبا منكسرا نادما عازما على ألا تعود، مقبلا إلى الله، وتأتي إلى الله في مضمار الجنة تسارع وتسابق. والله لا يوجد يا مؤمن، وأنت يا مؤمنة أقسم بجلال الله، لا يوجد ذنب مهما بلغ ولا زلت على قيد الحياة وتصدق مع الله في التوبة إلا كانت رحمة الله أعظم من ذنبك، أعظم من ذنبك. ومن ظن أن ذنبا لا تسعه رحمة الله فقد ظن بالله ظن السوء، فاتق الله. أجمل ما أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم، أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم. لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. والله إن عندي يقين أن لو أخبرنا بآجالنا قبل الموت بأيام، تأتيك رسالة مثلا، مثال، تأتيك رسالة أنك ستموت في محرم، ماذا أنت صانع في الأيام القادمات؟ أعتقد أنك ستتوب توبة نصوحا. وإذا قيل ما لك تغيرت حياتك وابتدأت أولوياتك تختلف وابتدأ بكاؤك وصلاتك يتغير، وكنت لا تنوي الحج والآن تقول أريد أن أحج ولو على القدمين، لماذا؟ ستقول إني سأموت.
من قال لك أنك ستدرك في العام القادم موسم ذي الحجة هذه الأيام المعلومات التي نذكر فيها رب الأرض والسماوات؟ ما الذي قال لك أنك ستعود؟ لذلك الدعوة الأولى أخلص في التوبة، فلتكن التوبة خالصة لله، ثم أقلع عن الذنب، ثم أعزم على ألا تعود، ثم صدق هذا العزم بندم صادق على ألا ندم أنك كنت تعصي من كان رزقك بيده وحياتك بيده، بل هو الذي خلقك لا ليتكثر بك من قلة ولا ليتقوى بك من ضعف، فهو الغني القوي جل وعلا، كنت تعصيه بنعمه. انكسر، وجميل أن تصدق الندم بدموع التوبة، ثم رد الحقوق إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، واذهب إلى من اغتبت وإلى من ظلمت، واذهب إلى الأرحام الذين قطعت، ثم بعد ذلك جدد التوبة أيها الحبيب بأن تفتش في قلبك ألا تجعل فيه مانع من موانع قبول العمل، إما الشرك والرياء، وإما أن يكون هناك غل في قلبك على مسلم، أو فيه خصومة تجاوزت المرحلة الشرعية أو الحد الشرعي. 3 أيام قبل أن تدخل في صفحات البيض لتسطر فيها التوبة النصوح، قبل أن تسطر التوبة النصوح في صفحاتك البيضاء، أقول فتش هذا القلب، هل فيه غل؟ هل به بغضاء؟ هل في قلبك مانع من موانع رفع العمل؟ إن قلبك هو المضخة أخي، هو المضخة التي ترفع العمل إلى الله. وكم من يوم اثنين وكم من يوم خميس مر على بعض المؤمنين، فلما رفعت الملائكة أعماله كان النداء من الملك جل وعلا: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أخي، ما أجمل أن ندخل موسم الجنة هذه العشر المباركات لنسطر في الصفحات البيض التوبة النصوح، أن يكون القلب جديدا، لا القلب الذي كان يسكن في صدورنا وهو جلمود صخر، وكان بيني وبين أخي أو جاري أو أي مسلم من المسلمين شحناء. بادر بربط العلاقات وربط جسور المودة بين الإخوان، بادر أيها الحبيب بربطها طاعة لله، طاعة لله وحده. بذلك أيها المحب تدخل هذا الموسم وأنت سامي الإيمان، مرتفع الإيمان، طاهر القلب، تسطر على صفحات التوبة أجمل قصة تائب. أسأل الله أن يثبتني وإياك على قوله حتى نلقاه، وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلى وأعلم وأحكم، وإلى لقاء قادم. ركب الهدى سارا كالغيث مدارا، ثم القرى زارا أهدته أكمارا، داروا مع الأمر في السر والجهر، أضحوا من الصبر بالذكر أبرارا.